القرضاوي فذكر له أن الأستاذ سيد قطب يخالف منهج أهل السنة والجماعة وأنه آل أمره إلى التكفير. فنزل عدد من مكتب الإرشاد للرد على الأستاذ القرضاوي، كان منهم الدكتور محمد مرسي الذي قال نحن فتشنا عن الإسلام فوجدناه في سيد قطب. إذن هناك إقرار واضح بأن المنهج تحول بالكلية إلى أن صار تيارا قطبيا، ما زال يحمل من خارج اسم الإخوان. إذن لابد من وضع هذه الأطروحة تحت المجهر. ما هي الأطروحة التي يتكلم عنها الأستاذ سيد قطب؟ أولا، الشخص مضى إلى رب كريم وهو بين يدي المولى، ولا كلام عنه بالمرة على المستوى الشخصي، ومضى إلى ربه رحمه الله رحمة واسعة. إنما نحن أمام أطروحة فكرية، كلام مكتوب ما زال ينشر في الكتب إلى الآن. هذا الكلام أي اسم كان عليه لابد من أن يناقش. لو وضع على هذه الأطروحة اسم الشيخ عبد الحليم محمود تقول بنفس المحتوى لابد من أن تنقد. لو وضع على هذه الأطروحة اسم الأستاذ خير رمضان أو الحبيب علي أو أسامة الأزهري أو أي شخص كان لابد من أن تنقد هذه الأطروحة، لأنها في ذاتها أطروحة خاطئة. هذه قضية. إذن يا جماعة لا تأخذكم الغير على الأستاذ سيد قطب رحمه الله، لأنه لا تعرض بالمرة لشخصه الكريم وقد مضى إلى رب كريم. إنما المحتوى الفكري الذي بين أيدينا في كتاب الظلال فيه إشكال كبير. هنا أيضا قضية أخرى، وآسف أن أنا استطردت وتوقفت عند هذه النقطة بالخصوص. كانت فترة طويلة يظن الناس أن الإشكال مع سيد قطب في كتاب معالم في الطريق، فمات الكتاب تقريبا، لم يعد يتداول. لكن الحقيقة أن كتاب معالم في الطريق ما هو إلا مجموع صفحات اقتطفت وخرجت من الظلال. نعم. فظل كتاب الظلال الذي هو المنجم الأكبر للفكرة، لهذه الفكرة المشكلة، يتسرب من وراء ظهور الجميع، فتجد في كل الزوايا والمساجد والبيوت، ويصير حلم الشاب الذي يريد أن يتدين أنه يحوش علشان يشتري كتاب الظلال. حتى فوجئت لما بدأت أعيد النظر في هذه الأطروحة وأعيد دراسة سيد قطب من جديد. اشتريت نسخة من الظلال ففوجئت بأنها الطبعة الشرعية 40. أي كتاب مشهور، أي كتاب ناجح بيطبع فتنفد الطبعة فتطبع منه طبعة تانية، تنفد فتطبع طبعة تالتة، ربعة، خمسة، سبعة، عشرة، 15، 20، لما يكون الكتاب ناجح جدا ومكسر الدنيا. الكتاب ما زال يطلب وبإلحاح حتى وصلنا إلى الطبعة الشرعية 40. ده الشرعية، الطبعة الشرعية غير الطبعات التي سرقت من دور نشر ولم تحسب. الطبعة الشرعية 40 سنة كام؟ 2013، يعني أول امبارحة. هو يعني ما زال الكتاب يتسرب. الإشكالية الثانية فيه أنه الكتاب 6 أجزاء، 4500 صفحة، منه 4000 صفحة بيان في غاية الروعة. إن من البيان لسحرة، قلم كأنه درر وجواهر، ومنه 300 صفحة سم زعاف. اللي يقرأها ويتشرب بها يخرج حتما بأنه لا يمكن للإنسان المسلم أن يعيش في العالم إلا إذا اصطدم بالعالم، فيما يعرف بأطروحة وفكرة صدام، حتمية الصدام. الفئة المؤمنة كما يسميها حتما ولا بد تصطدم بالعالم كله من حولها. فهم العلاقة ما بين المسلمين وغيرهم من الشعوب والحضارات على أنها قائمة على أصل الصراع والصدام هو الذي يجعلنا نفهم داعش ما الذي تفعله الآن. إضافة إلى أن هذه الأطروحة هي بعينها أطروحة سامويل هانتينجتون في صدام الحضارات، أنه يرى أن العلاقة بين الحضارات لابد من أن تكون صراع تتفرد في إحدى الحضارات بإفناء أو الانتصار على الحضارات الأخرى. يا جماعة الخير، العلاقة بين المسلمين وغيرهم ليست الصراع ولا الحرب ولا الصدام، علاقة المسلمين بغيرهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بشروا ولا تنفروا. جاء هذا الدين للناس رحمة، لم يأتي أبدا صراع ولا صدام، وأصل علاقة المسلمين بغيرهم التعارف وليس الصدام. آسف على الاستطراد، وأرجو أن الجزئية دي تكون وضحت إلى حد ما. طيب، يعني أنا مش حاف قدام حاجات طب فكرني حضرتك سريعا بعلوين. هل يجوز التراحم؟